مساء الخير لكل الساده المشاهدين في مصر وخارج مصر، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اكلات واتكات شيف حسن على قناه الحياه. زي ما عودناكم تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك او من خلال اي رقم تليفون ارضي على 38550017 من جميع محافظات مصر ومن جميع انحاء العالم عشان تقدروا تواصلوا معانا. كمان زودوا مفتاح خط مصر. تعالوا امبارح نفتكر عملنا ايه. عملنا الحواوشي امبارح بالبطاطس، وعملنا بالجمبري، وعملنا بالفراخ، وعملنا باللحمه، وعملنا بالسجق، وعملنا بالجبنه. عملنا سبق افكار احتاري واختاري، وقلنا في فرق كتير بين الحواوشي بتاع القاهره والحواوشي الاسكندراني. الحواوشي الاسكندراني لحم بعجين، ان شاء الله بنوعدكم نعمله لكم بكل تفاصيله. النهارده هنعمل الهارد كيك. يعني ايه الهارد كيك؟ تعالوا نشوف المنيو بتاعنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه زي ما انت شايفه كده عندنا، هنعمل شوكولاته بالقرفه، وهنعمل جوز هند بالشوكولاته، وهنعمل كمان شوكولاته بالبلح، وهنعمل كمان شوكولاته بالساور كريم، وهنعمل كمان شوكولاته بالكراميل بالكريز، وهنعمل بلح مع فانيليا. تعالوا مع بعض نشوف التوفي ونشوف التفاصيل والحركات والتكات. نبدا ونقول اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم عشان نعمل الكلام ده كله مع بعض. تعالى كده اما نشوف عندنا، بنحط عندنا كوبايتين زبده وقدهم سكر بني عشان نعمل التوفي. اول حاجه اهو سكر بني او سكر ابيض، ما عندكش سكر بني حطي سكر ابيض، وحطي معاه معلقه عسل اسمر، وفي نفس الوقت بحط ربع كوبايه من الكاكاو الغامق. واحده واحده كده مع بعض، وادمج الزبده والسكر البني او السكر الابيض مع معلقه من العسل الاسود مع بعض، يعملوا خليط مع بعض. خدي بالك بقى، تقدري تعملي الكلام ده في صاج او في صينيه. تقدري تعملي الكلام ده، العجينه بتاعه التوفي بالشوكولا في صاج تدهنيها ماده دهنيه وتبطنيها دقيق، او فورمه زي دي تدهنيها ماده دهنيه وتبطنيها دقيق عشان تطلع معاكي بكل سهوله. خطواتك كده كلها قدام. عندي هنا نعامي الزبده مع السكر مع الكاكاو عشان تعملي خليط شوكولا، كريمه الشوكولا. وفرني مظبوط على درجه حراره كام يا حسن؟ فرني مظبوط على درجه حراره 180 عشان يقعد 35 دقيقه. كل انواع الكيكات اللي احنا هنعملها النهارده هتستوي في درجة حرارة 180 لمدة ايه؟ 35 دقيقة. تعالى بقى نشوف هنعمل ايه؟ بعد ما حطيت الزبدة والسكر البني والزبدة والكاكاو، عندنا زي ما انت شايف كده الاثنين عدد بيضة، اديهم ذرة من الفانيليا السايلة واخفقهم مع بعض كده واحدة واحدة، وبعد كده اروح حطاهم كلهم مرة واحدة كده. تعالى نشوف الحاجات الباردة بتاعتي. عندي هنا كوبايه ونص من الدقيق، واحط عليهم واحد بشر ليمون، وسنه من الملح، ونص معلقه صغيره بيكنج باودر. خد بالك التركه بقى اللي جايه دي. عندي هنا البلح بتاع التوفي، البلح التمر، اقطعه مكعبات صغيره. خدي بالك اهو، اقطعه مكعبات صغيره. وعندي شوكولاته حبوب، وعندي قطع عين جمل او اي نوع من المكسرات. يبقى التمر، الشوكولاته الحبوب، عين جمل او اي نوع من المكسرات. اهم حاجه تجيب الجناب بتاعه المكنه بتاعتك دي عشان تتاكدي ان الزبده بتاعتك كلها تجانست مع بعض عشان تعملي احلى خليط مع بعضه، ويكون شرب الزبده والسكر البني او السكر الابيض، وحطيت عليه الكاكاو، وحطيت عليه البيض والفانيلي. اهم حاجه تخلي الخليط بتاعك ده كله متجانس مع بعضه، وبعد كده هنبدا نعمل بقيه مقاديرنا. الكيكه دي عشان تعمليها وتطلع معاكي صح الصح لازم تكوني بتوزني او تعايري عشان مقاديرك تبقى مظبوطه. ارفعي عليها الخفض عشان تنعميها خالص، زبده وسكر بني وكاكاو، وبعد كده حطيت لها ايه يا عم حسن؟ حطيت لها بيض وفانيلي. عندي دقيق وملح وبيكنج باودر وبشر ليمون. اخد نص الخليط ده احطه هنا، ادي التمر نصه اهو على الدقيق، واخد نص الشوكولاته ده على الدقيق، واخد نص العين الجمل، واخلي الباقي ده لايه حسن؟ للغطاء بتاعه، ده يبقى جوه والباقي ده احطه بره. نعمت عندي الخليط بتاعي كويس قوي. بعد ما نعمت عندي الخليط بتاعي كده، الزبده والسكر البني والكاكاو والبيض والفانيليا كويس قوي، اروح ضيفاله الخليط بتاعي اللي هو الدقيق وبشر الليمون والبيكنج باودر والملح وقطع التمر وقطع عين جمل وقطع الشوكولاته. كده كله مره واحده واعجنه صح. واحده واحده كده اعجنه كده كده كله مع بعض. وقلنا نقدر نعمل الخليط ده جوه
الصاج ندهنه ماده دهنيه ونبطنه دقيق ونفرده او فورمه زي اللي انت شايفاها دي كده. اهم حاجه دخلي الخليط بتاعك كله مع بعضه، ميه، كل الخليط بتاعك دخليه مع بعضه اهو، واحده واحده كده مع بعضه، يبقى زبده، سكر بني، كاكاو، بيض، فانيليا، دقيق، بشر ليمون، وبيكنج باودر، وملح، وبعد كده قطع تمر، قطع انجمل، قطع شوكولاته، كل ده مع بعضه اهو. اجيب الجناب بتاعت عشان اتاكد ان الخليط بتاعي متجانس وزي الفل. بعد كده افرده في الرخامه بتاعتي في الفورمه بتاعتي، واحط عليه بقيه المقادير اللي هي التمر والشوكولاته والعين الجمل، وادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده قد ايه يا عم حسن؟ لمده 30 دقيقه عشان يطلع معاكي زي الفل. يبقى خطواتك كده كلها قدامك، اهم حاجه تعملي خليط يكون متجانس وزي الفل، وبعد كده حطيه جوه الفورمه بتاعته ودخليه الفرن على درجه حراره 180 لمده ايه 35 دقيقه. طلعيه وبعد ما ياخد نفسه ويبرد حطيه في الثلاجه وقطعيه وقدميه سلايس للولاد في فورمه او من غير فورمه. نعمته اهو. تعالى بقى ننعمه خالص كده، وهتشوفي الدرجه بتاعته بتاعه الخشونه بتاعته عشان فيها قطع انجمل وقطع تمر وقطع شوكولاته. تمام كده، تمام زي الفل، مش محتاج اكتر من كده. هاخد الكلام ده كله واتاكد ان الخليط بتاعي كله متجانس وزي الفل، هبدا اوزعه في الفورمه اللي انا عاملها فيها، واحط بقيه مقاديري زي ما انت شايفه كده قدامي. تقدري ما عندكيش سكر بني، حطي سكر ابيض واضيفي له معلقه من العسل الاسود. وبعد كده تعالى اما نشوف هنعمل ايه. الم الخليط بتاعي كله وبل ايديا ميه، خدي بالك من التركه دي، واخد الخليط بتاعي احطه في الفورمه، وعشان اسوي بايديا المبلوله ميه وافرد الخليط بتاعي قدامك. الخليط عامل ازاي؟ يا تفاصيلك يا حركاتك يا تكتك يا عم ياس. بعد ما حطيته كده بل ايدي ميه تاني واضغط عليها كده اهو عشان اخليها متساويه، عشان الكيكه دي دسمه وزي الفل، واولادك هيقول لك اعملها لنا مره واثنين وثلاثه، لانها فيها سعرات حراريه، فيها طعم مختلف وفليفر مختلف خالص. زي ما انت شايفه كده قدامك اهو، وزعي كل الخليط متساوي، وخدي بالك مفيش فيها الا شويه بيكنج باودر صغيرين عشان ما يعملش فوران في الفرن بتاعك. تمام، تعالى بقى نشوف هنعمل ايه بعد ما فردناها كده. اوزع عندي البلح، التمر، وقطع الشوكولاته، وقطع العين الجمل عليها، واثبتها عشان لما ادخلها الفرن على درجه حراره 180 35 دقيقة تطلع عندي زي الفل. يا استاذ كريم. ازيك يا شيفنا؟ صباح الفل يا عم كريم. ازي حضرتك عامل ايه؟ كله بون والحمد لله يا حبيب قلبي. انت منور الشاشة والله. ده نورك يا عم كريم، ربنا يخليك ليا يا حبيبي. والله العظيم انت اكلتك بسم الله ما شاء الله، وانت اصلا شيف محترم. ربنا يخليك يا كريم. تحت امرك يا غالي. دلوقتي يا شيف انا عايز اعرف الطريقة اللي هي بتاعت شوربة السي فود. شوربة السي فود؟ شوربة بتاعت السي فود والمكرونة اللي هي باللحمة مفرومة حضرتك. البولونيز، البولونيز حاضر. المكرونة بولونيز والسي فود سوب حاضر من عندي قبل العندي يا عم كريم. صباح الفل يا عم كريم. أوزع التمر بتاعي كده في كل حتة عليها من فوق، خد بالك من التركات، ما تسيبش حتة إلا ما يكون عليها التمر وقطع العين الجمل وقطع الشوكولاتة، عشان لما تيجي تقطعها بعد ما تستوي يبقى كل ده تقطع أي بيس، يبقى تأكدي إن كل بيس جوه الخلطة الحشو ده وبره الخلطة الحشو ده. وتعالى نحط قطع العين الجمل في كل حتة برضو، واحدة واحدة كده يا تركاتك. وبعد كده خدي بالك من التركات اهو، وبعد كده هنعمل ايه؟ قطع الشوكولاتة السادة، وادي قطع الشوكولاتة السادة قدامك اهو. يا منادى. الو. السلام عليكم يا منادى. وعليكم السلام يا سيدي. صباح الصباح. انا بحب حضرتك جدا يا سيدي. ده شرف ليا يا منادى. يا شيف انا معلش بعمل البسبوسه ما طلعش معايا مظبوطه، والكيكه العاديه معلش انت بتزعليني ليه؟ البسبوسه سهله جدا،
اهم حاجه اظبطوا فرنك الاول قبل ما تبداي في الخطوات، اظبطوا فرنك على درجه حراره 220، وابداي حطي في وعاء 3 كوبايات كبار من دقيق السميد، معلقتين جوز هند، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، وقلبيهم مع بعض. في وعاء اخر على النار هتحطي 3 ارباع كوبايه كبيره من السمنه تسيحيها، وتضيفي عليها 3 ارباع كوبايه كبيره من اللبن تدفيه، 3 ارباع كوبايه كبيره من السكر، نص كوبايه شربات تقيل بتاع بلح الشام او الكنافه او البقلاوه. هتدوبي اللبن مع السمنه مع السكر مع العسل التقيل كويس قوي وما يكونش سخن، وتصبيهم على دقيق السميد وتعجنيها، تبقى عندك عجينه مرمله. تجيب الصينيه قطرها 28 سم، تدهنيها ماده دهنيه وتبطنيها بالطحينه، وبعد كده تاخد الخليط ده وتبل ايدك ميه وتوزع الخليط ده. المهم في الخليط ده يكون نص عقله صبعك، ما يكونش اتخن من كده، نص العقله بتاع صبعك، عشان حبايه الصومالين لما بتستوي بتتضاعف حجمها. عشان تستمتعي بيها ما تبقاش تخينه، لازم تبقى نص عقله صبعك قبل السوى. هتدخلها الفرن على درجه حراره 220 لمده 5 دقائق. بعد 5 دقائق بتخفضيها الى 200 وتسيبيها 25 دقيقه. في الاثناء دي بتحطي كوبايتين ونص من الميه وكوبايتين ونص من السكر، تدوبيه كويس وتنضفي الحروف وتسيبيها تغلي. بعد الغليان بتسديها نص عصير ليمونه او ذره من ملح الليمون. البسبوسه تكون طالعه سخنه واخده اللون الذهبي الغامق، تقابليها مع بعض هتطلع عندك زي الفل، تشرب الشربات وتستمتعي باللون الذهبي الغامق. اما الكيكه العاديه هقولها لك واحنا بنعمل طبعا الساور كريم. تعالوا احنا عملنا اول حاجه التوفي اهو، بحط عندي كوبايه ونص من الزبده، وقدهم يا عم حسن من ايه؟ من السكر، وقدهم من القشطه الحمضيه اللي هي الساور كريم. ادي القشطه الحمضيه، كل تفاصيلك كده قدامي. اخد الزبده والسكر والقشطه الحمضيه امكسهم فين؟ في المكنه. وزي ما انت شايفه كده التوفي خد قطع عين جمل وقطع شوكولاته ساده وقطع بلح تمر. انعم الزبده بتاعتي، التوفي بيقول لك يا تريكاته يا تفاصيله. انعم الزبده مع السكر مع الساور كريم كويس قوي، خدي بالك من التركه دي. وبعد كده عندي ايه يا حسن؟ عندي دقيق وعندي كاكاو وعندي شوكولاته ساده. ادي الدقيق بتاعي، واديله كاكاو واديله قطع شوكولاته. خطواتي كده كلها قدامك، وادخل كل حاجه مع بعض. وفي الاثناء دي اعمل له جناش، بحط له قشطه حمضيه على النار. ادي القشطه الحمضيه على النار تدفى، يبقى القشطه الحمضيه عندي على النار، وضعفها شوكولاته ساده. خطواتك كده كلها قدامك اهو، حطيت القشطه الحمضيه في الكازارول وادي الشوكولاته الساده. على ما اعمل الخليط بتاعي يكون القشطه الحمضيه سخنت، احط الشوكولاته تسيح فيها. وهنا عندي الدقيق والكاكاو وقطع الشوكولاته. هنا عندي الخليط بتاعي زي ما انت شايفه بقى كريمي، زبده وسكر وقشطه حمضيه اللي هي الساور كريم. واحده واحده كده مع بعض، انعم قوي الزبده والسكر والقشطه الحمضيه، وعندي الدقيق والكاكاو وقطع الشوكولاته. فرني مظبوط على درجه حراره 180. اما الكيكه العاديه، عشان نعمل كيكه عاديه بحط عندي 5 بيضات، وبحط كوبايه من السكر وذره فانيليا، وبنعمهم واحده واحده على السرعه الاولى، وبعد كده بظبطهم، برفع الخفق عليهم، بعد كده بجيب لها كوبايه ونص من الدقيق، بجيب لها نص معلقه صغيره من الملح، نص معلقه صغيره من البيكنج باودر، بجيب لها معلقه زيت او معلقه سمنه سايحه او معلقه زبده سايحه او معلقه عصير برتقال، ده او ده او ده. واضيف الخليط الدقيق اللي فيه البيكنج باودر والملح، وبعد كده اضيف الزيت او السمنه السايحه او الزبده او العصير، واقلبهم. فرن فيه مروحه، مفيش مروحه، هتطلع معاكي احلى كيكه عاديه بدون اي تفاصيل وحركات وتكات. نعمه الزبده مع الصور مع السكر كويس قوي، هضيف لها الدقيق اللي فيه الكاكاو وفيه قطع الشوكولاته، وبعد كده عندي القشطه هحطها عليه من فوق خله خله. واحده واحده كده، نعمي 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 نعمي. وبعد كده هنجيب الجناب كويس بتاعه الخليط اللي هو الزبده والقشطه الحمضيه والسكر، واروح جايه مره واحده. خد بالك من التريك، مفيش بيكنج باودر، مفيش بيكنج باودر، خدي بالك اهو، دقيق وكاكاو وقطع شوكولاته ساده. يا جماله اخلطي 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 كله مع بعض. هنا عندي القشطه الحمضيه، هعمل ايه؟ جناش، هسخنها كده زي ما انت شايف كده، عشان هسيحها بضعف الكميه بتاع القشطه الحمضيه، شوكولاته ساده قدامك كده.
عند الخليط بتاعي نعميه خالص قدامك اهو، ميه ونعم. هنا عندي الخليط بتاعي يسيح، اول ما يسيح كده عندي ويدفى عشان الشوكولاته ما تغيرش لونها، خد بالك من التركه دي، اروح حاطه الشوكولاته الغامقه كده واقلب فيها عشان تاخد درجه حراره الساور كريم ويبقى عندي جناش. خد بالك من التفاصيل اهو، واحده واحده، اول ما تحس بالحراره هتسيح لانها دي شوكولاته. خدي بالك من التركه دي اهو، سيحي 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 سيحي. يا ام احمد ازيك؟ ام احمد صباح الفل. الو، الصوت التليفون فيه مشكله، حاول اتصل بينا يا ام احمد، معلش في مشكله في التليفون عندك. زي ما انت شايف كده قدامك اهو، ادوب الشوكولاته في الساور كريم مع الملاحظه ما سخنوش قوي عشان ما غيرش طعم الشوكولاته ولون الشوكولاته. زي ما انت شايف جوه الكازارول للاستاذ ياسر بكاميرته ومدير التصوير الله ينور، تمام كده. تعالى بقى سيبها هنا كده تدفى. الخليط بتاعي الزبده والسكر والساور كريم والدقيق والكاكاو وكمان قطع الشوكولاته، بقى عندي خليط زي ما انت شايفه كده. واخد الكلام ده كله اروح حطاه في البوله بتاعتي. التركه المهمه بقى، لازم اكون الشوكولاته دي سيحتها زي ما انت شايفه واكون مجهزه لها. ايه مين يا فندم؟ يا ام ايمن. السلام عليكم. وبركاته يا حاجه. منور الاستاذ يا شيخ. والله يا حاجه في ناس كتيره بتتصل بينا ما بتعرفش توصل، بيسالوني ازاي ام ايمن دي كل يوم بتوصل من اسوان. الله اكبر كلهم. الله اكبر. قولي لهم انت بتوصلي ازاي من اسوان عشان يوصلوا زيك. دي محبة يا شيخ. دايما يا ام ايمن. صباح الفل. انا عايزه منك، انا عارفاك بتعمل الحاجات دي الحلوه عشان عيد ام ايمن، عيد ميلاد ام ايمن. كل سنه وانت طيبه يا ام ايمن. يوم 29/10 يا شيخ وانت طيب. كل سنه احلى تحيه يا مدام نانسي، بفكرينا نعمل تحيه لام ايمن يوم 29. تحت امرك يا غاليه. بص هنا الخليط بتاعي بتاع الشوكولاته عامل ازاي؟ شوف التركه المهمه بقى. بعد ما عملنا الكلام ده كله اوزعه خالص في كل حته فيه، وبعد كده يا عم حسن اسويه، ولسه هسقيه بالجناش قبل ما يخش الفرن، قبل ما يخش الفرن عشان تطلعي الكيكه دي بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها بالشكل اللي احنا بنعمله ده. قدامك اهو، تسويها كويس قوي. اجيب معلقه وبالله ميه واسويها بيها، وبعد كده يا عم حسن نشوف هنعمل ايه. واحده واحده كده مع بعض. وعندي الشوكولاته بتاعتي تكون اهم حاجه، تقفلي كده عشان لسه التركه اللي جايه، الشوكولاته اللي انا دوبتها بتصور كريم. اروح جايبه اشخله والشوكولاته بتاعتي اللي انا دوبتها وتاكدت ان هي دابت بتصور كريم. تعالى كده شوف يا استاذي، اروح جايه منزلها كده فوق كده يا جمالك كده قبل ما تخش الفرن، قبل ما تخش الفرن. شوف التفاصيل والحركات، ووزعي وزعي 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 يا جماله. التركه المهمه بقى، خله وفتحي في كل حته كده عشان الجناش ده يخش جوه كل حته بالشكل ده كده. عندك تعملي توفي، تعملي صور شوكولات زي ما انت عايزه. هو ده الحاجه دي التوفي، وادي الصور شوكولات. تعالى ندخلهم الفرن عشان نعمل التفاصيل والحركات والتكات على درجة حرارة 180 يا عم ياسر عشان تطلع قدامك. قدامك التفاصيل اهو. كام دقيقة؟ 25 دقيقة. 25 دقيقة عشان تستمتعي بأحلى هارد كيك بالتفاصيل والحركات والتكات. مين يا أستاذ ياسر؟ يا أستاذ رحاب. ألو؟ السلام عليكم يا استاذه رحاب. عليكم السلام، ازيك يا شيف؟ صباح الفل يا هانم. انا عملت البيتزا بتاعتك، البتاع البسبوسه بتاعتك بالطريقه بتاعتك طلعت ممتازه. اكيد لازم تطلع ممتازه عشان انت اللي عاملاها يا استاذه رحاب، لازم تطلع ممتازه. كنت عايزه اسالك على الحمام المحشي. حاضر، من عندي قبل العندي يا هانم. حاجه تاني؟
بس كنت عايزه اسال بس على حاجه. اتفضلي. اصل انا كنت جبت الحمام عادي من الراجل. ايوه. بس بعد ما خدتها لقيت لونها غامق كده. دي كده عادي ولا بايظه؟ لا مفيش مشكله، مش بايظه، اهم شيء ريحتها. فيها مشكله في الريحه؟ لا لا هي حلوه عادي. مفيش مشكله، لا ممكن تكون النوعيه بس هي غامقه، لكن ما فيهاش اي مشكله في التخزين. ما تخافيش، ده من ريحتها سليمه ما تقلقيش خالص. بالهنا والشفا وبالعين، دي قبل العين هنعمل لك حمام طبعا لايف وتستمتعي بيه، وهقول لك الحمام ازاي النهارده. بعد ما عملت نوعين من الكيكات الهارد اللي هو عملت التوفي وعملت الصور بالشوكولاته، بقول التريكات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا، بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما عملنا الحواوشي امبارح بتسبع أطعمة بالجبنة بالبطاطس بالسجق، وعملناها بالفراخ وعملناها باللحمة وعملناها كمان يا عم حسن بإيه؟ عملناها بالجمبري بكل تفاصيلك وحركاتك، وما تنسيش الكلاوي. شوفي إيه اللي ولادك بيحبوه أو إيه تحت إيدك واعملي بنفس التفاصيل اللي عملناها. وأهم حاجة اللقمة تبقى كريسبي، ما تبقاش طرية زي اللي بتجيبها من بره. يعني إيه طرية من بره؟ يعني كلها ده من بره، ديت الدهن بيسيح فبينزع اللقمه بيطريها، لكن لقمتنا امبارح كريسبي عشان تستمتعي بالحشو اللي جوه طري، واللقمه من بره كريسبي عشان تستمتعي بيه. عملنا ايه؟ عملنا اول حاجه الشوكولاته صور، وبعد كده عملنا التوفي بالبلح بعين الجمل بقطع الشوكولاته، الاثنين في الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه. في الاثناء تقدري تتواصلي معانا من خلال صفحه قناه الحياه على الفيسبوك، أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم مع زيادة مفتاح فتح مصر. تعالى نعمل عندنا، هنعمل بالتوفي برضو، وهنعمل عندنا بجوز الهند. عشان أعمل التوفي بحط عندي كوباية سكر كبيرة عشان أحرقها، وأشغل النار عليها على الآخر. خدي بالك من التريك أهو، بدأت الأول أحط هنا، وبعد كده اروح جايه برضو مزوده النار هنا عشان احل الساور كريم. بص مع كوبايه السكر اروح حطلها معلقه واحده ميه كده، واحده واحده كده مع بعض، خطواتك كده واحده واحده تمام، واسيب الميه تسرح. وعندي كوبايه من البندق او عين الجمل او السوداني، خدي بالك من التركه دي، اهم حاجه تدوبي السكر كويس قوي اهو قدامك، الاستاذ ياسر جايبه لك اهو بتفاصيلها. وبعد كده يا جمالك تعالى بعد كده نرفع بقيه الخليط. عندي هنا نص كوبايه من الجولدن سيرب، نص كوبايه اهو من الجولدن سيرب احطها على النار، نص كوبايه من اللبن المكثف المركز بتاعي اهو، نص كوبايه زبده، خطواتك كده كلها قدامك اهو، وسيحهم بس مع بعض، دول من اللي هعجن بيهم. على ما يتعمل الكراميل بالبندق أو بالعين الجمل أو بالسوداني، خطواتك كده كلها على النار العالية، أدوب السكر كويس قوي عشان أحرقه، عشان ده هديه على الوش فوق. وعندي هنا الزبدة والجولدن سيرب واللبن المكثف، أدوبه كويس على النار مع الملاحظة إن أنا ما سخنوش، خدي بالك لأن هعجن بيه. تعالى شوف على ده ما يتعجن، وأنا مجهزة له برضه فورمة قدامك أهو، مادة دهنية، الفورمة مدهونة مادة دهنية ومتبطنة دقيق، تعملي فورمة أو فصاج زي ما أنت عايز. يبقى الهارد كيك اللي إحنا عملناه بكذا طعم. تعالى نعمل مقادير الإيه التوفي اللي أنا بعمله. آدي الزبدة بتاعتي، كوباية ونص من الزبدة، أدهم سكر ونعم في المكنه بتاعته وانا مركبه الكف، انعم كده زي ما انت شايف يا عم ياسر. وبجيب عندي كوبايتين من الدقيق، وبديهم معلقتين كبار من الكاكاو الغامق بتاع الحلويات، ونص معلقه من البيكنج باودر الصغيره، مش كتيره، لا مش كتيره. ادخل الدقيق مع الكاكاو مع البيكنج باودر كويس، وبعد كده اروح جايه متأكدة إن الزبدة ساحت مع الجولدن سيرب، وهنا عندي السكر بتاعي داب مع المية، وانضف الحروف، وناري تبقى عالية عشان ما يسكرش، لازم انضف الحروف كده زي ما انت شايف. وعندي أي نوع من المكسرات، عين جمل، سوداني، بندق، لوز، أي حاجة، أدوب هنا كويس أهو زي ما انت شايف،
الزبده والجولدن سيرب واللبن المكثف كويس مع المراعاه ان الخليط ده ما يسخنش. خدي لو سخن برديه، خدي بالك من التركه دي، لو سخن برديه. مين يا فندم؟ يا باشمهندس خالد. السلام عليكم يا شيخ حسن. الحمد لله على سلامتك. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخبارك يا شيخنا؟ صباح الصباح يا باشمهندس خالد. صباح الفل والجمال، وتسلم ايديك وعينيك والروائع والحاجات الحلوه دي. برضو الناس بتحسدك بتعرف توصل ازاي. زي الحاجه اللي قالت بقى، من قلب للقلب. من قلب للقلب. حبيبي يا شيخ. الناس بيقولوا لي احنا على طول التليفون مشغول مشغول، وام احمد من اوصاء من اسوان بتوصل، والبشمهندس خالد بيوصل. بص، لكل مجتهد النصيب. لكل مجتهد النصيب. شفنا الحبيب، انا بهنيك على حلقه الحواوشي امبارح. تمام، عندي اقتراحين بعد اذنك. اتفضل يا باشمهندس. ربنا يخليك. انا شفنا بعمل حواوشي، بحط معلقه طماطم بوريه مع الخلطه بتاعت اللحمه. يا جماله، بتدي مزازه وبتدي لسعه في الاكل حلو قوي. يا جماله. الحاجه الثانيه شفنا بقى، انا لما باجي اسوي بقى الحواوشي، تمام، بندي العيش شويه ميه واقوم حاطه على حراره قليله الاول واغطيه، تمام، يعني اغطيه بغطا حله كده، او اسيبه 5 دقايق بس الـ 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 الرطوبه تسوي الحاجه اللي جوه، بعد كده اعمل عليه النار. ده في حاله لو انت ما جبتش العيش بيكون مستوي 75% او 50%، تنديه بشويه ميه عشان يبدا ياخد السوى. اللحمه بتاخد اكتر من العيش. تاني ايه يا باشمهندس خالد؟ نعم. تاني ايه؟ لا، ما بقول لحضرتك، هو دول اقتراحين، اللي هو اقتراح الواحد بوري الطماطم والاقتراح ده شيف حسن. بص هقول لك حاجه يا باشمهندس خالد، في موضوع الاكل، الاكل ده كرييشن، اختراعات، تقدر انت تزود تقلل حسب ذوقك انت، وادام ماشي مع ذوقك خلاص مبروك عليك، وانت مستمتع بيه او ضيوفك مستمتعين بيه او اهل بيتك مستمتعين بيه مبروك عليك. انا طبيعتي اما حد بيعمل حاجه وناجحه معاه ومبسوط بيها بقول له مبروك عليك، لان هي ديت الكرييشن، هو ده الابتكارات بتاعت الاكل. الاكل مش كتاب مقدس نازل من عند ربنا، انا بضيف حاجه، ده بيشيل حاجه، ده بيضيف حاجه، ده بيشيل حاجه، وفي الاخر اهم حاجه الحاجه تطلع سليمه. اما حاجاتنا يا باشمهندس خالد لازم تكون ممضيه من الشيف حسن، فهي سينيه مجربه ومدروسه ومتاكله قبل كده مليون مره. تحت امرك يا باشمهندس. تعالى هنا اهو كده اهو، تعالى ننضف الحروب بتاعتنا، وبنعمل الكراميل هنا، التوفي اللي عندنا اهو، الجولدن سيرب والزبده واللبن المكثف، سيبته يبرد. وهنا عليت على الزبده والسكر واحده واحده كده. بعد ما عليت على الزبده والسكر اضيف عندي الدقيق اللي فيه ايه يا حسن؟ الدقيق اللي فيه الكاكاو وفيه سنه البيكنج باودر، واروح جايه حلاهم بايه؟ بالخليط ده، وما يكونش سخن. خدي بالك اهو، نزل عليه الخليط ده كده، اللي هو الجولدن سيرب والزبده واللبن المكثف. يا تريكاتك يا تفاصيلك يا حركاتك. وعلي عليه عشان كله يندمج مع بعض، على ما السكر هنا يتحرق، واديله اي نوع مكسرات زي ما احنا متفقين، اي نوع مكسرات، اي نوع مكسرات، على ما نعمل هنا. طبعا الخطوه الثانيه عندي ايه؟ هعمل عندي الخليط بتاعي اللي هو ايه؟ الجوز الهند. خطواتك كده كلها قدام زي ما انت شايف الخليط عمل ازاي. يا جمالك يا حركاتك يا تكاتك يا عم ياسر، بص عليه كده واستمتع. توفي توفي بتركاتك. وهنا الكراميل اللي تاخد اللون الذهبي الغامق، الخليط اكون صبيته. وتعالى نشوف الخليط بتاعي بعد ما نعم عندي خالص، بيقول لك يا تفاصيله. اروح جايه واخد الخليط معبياه في الفرمه، والكراميل بدات تستوي اهي. اخد الخليط بتاعي اصبه، وعينيا على الكراميل. بص انا عيني كل شويه رايحه على الكراميل عشان انا اخدها لون ذهبي، وبعد كده اديها المكسرات اللي انا عايز احطها. بص بص الخليط اهو يا استاذ ياسر، فاتجي فاتجي خالص، يعني ايه استك يا جمالك. اهو قدامك اهو فاتجي يا جمالك، عشان تستمتعي احتاري واختاري 6 انواع من الكيكات الهارد بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. واحده واحده كده مع بعض، صب الخليط بتاعك في الفورمه بتاعتك، وبعد كده واهم حاجه الفورمه تكون مدهونه ماده دهنيه ومتبطنه بالدقيق عشان تطلع معاكي بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. يا استاذه ريهام. الو، السلام عليكم. صبركات يا هانم. ازي
حضرتك عامل ايه يا سيد حسن؟ صباح الفل يا استاذه. الله ينور يا سيد حسن. نهارك قشطه يا استاذه. صباح الصباح. تسلم ايدك على كل اللي انت بتعمله. والله صباح ينور. البحر صباح البحر. ربنا يخليك يا رب. تحت امرك. بس يا سيد حسن كنت عايزه طريقه الشكلمه. الشكلمه؟ وعايزه طريقه كمان معلش بعد اذنك الهريسه اللي هي الحلوه. حاضر من عندي قبل العند. ربنا يخليك يا سيد حسن وتسلم ايدك على كل اللي انت بتعمله. صباح الصباح. ربنا يخليك إشت. يا رب. نهارك قشطه. اهم حاجه فردت الخليط بتاعي اهو. زي ما انت شايف كده قدامك اهو بتفاصيله وحركاته وتكاته، وادي الكراميل اللي بدات تستوي، خطواتك كده كلها قدامك. وانت بتسوي من الحل الاخر تجيب الحروف كده بفرشه وياخد اللون الذهبي واحده واحده كده، احمص المكسرات فيها، وانا بحمص المكسرات كده جواها ابدا اعمل الصنف الثاني اللي هو الجوز الهند، الهارد الجوز الهند. بحط عندي كوبايه من الزبدة مع نص كوباية من السكر وعيني على الكراميل، واحدة واحدة كده أنعم السكر مع الزبدة مع بعض كويس، وبروح حطلهم معلقتين من الجولدن سيرب. بص، وذرة من الفانيليا، معلقتين من الجولدن سيرب وذرة من الفانيليا، وصب عندي جولدن سيرب على الزبدة والسكر وعلي عليه يا عم ياسر. خطواتك كده كلها قدامك. وهنا الكراميل بتاعتي بدأت تخش في اللون اللي أنا عايزه، هو ده. واحدة واحدة كده مع بعض، وبنفس الطريقة أول ما تاخد اللون دي اهي خلاص صبيت الكيكة اهي بتاعت التوفي قدامك اهي، الكيكة اهي والكراميل اللي بدأت تستوي قدامك اهو، الكراميل اللي بدأت تاخد اللون الذهبي، خد بالك اهو. بص الكراميل 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 الكراميل، اروح حطلها المكسرات اللي انا عايزها يا تفاصيلك، واروح واخد الكلام ده كله موزعاه فين؟ فوق الشوكولا، وزعيها كلها فوق الشوكولا واحده واحده كده. وبعد كده وهي سخنه كده، وهي سخنه وده سخن، تروحي جايه بلق ايديكي ميه ساقعه كده اهو، واخده كده اهو عشان تحطيها في كل حته فيها لانها كراميل. اهم حاجه تبلق ايديكي ميه ساقعه عشان الحراره بتاعه الايه بتاعه الكراميل. ميه بتلج اهو يا حسن وبتصرف فيها، خدي بالك اهو بالتريكات اهو. ميه بتلج قدامك يا استاذ ياسر، جايب لك الميه بتلج، ووزعي وزعي وزعي. نرجع هنا للخليط بتاع جوز الهند. حطيت الزبده والسكر وحطيت الجولدن سيرب قدامك اهو، اروح جايبه الجناب بتاعت المكنه بتاعتي عشان تستمتعي بده وبده. وفي الفرن الكيكتين اللي انا دخلتهم في اول فاصل، بص عليهم كده يا استاذ ياسر عشان توري ساده مشاهدينا يعني ايه تسويه، يعني ايه تكنيك، يعني ايه حركات. قدامك التفاصيل قدامك، اذا كان بالتمر إذا كان بتصور بالقشطة الحمضية، ده أو ده، احتاري واختاري يا جماله. وعندي هنا جوز الهند، بقيت مقادير الجوز الهند بقى وإحنا شغالين كده، تعال أما نشوف هنعمل إيه. واحدة واحدة كده يا عم حسين. يا عم حسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إزيك يا عم حسن؟ والله أنتوا هتعملوا لي مشكلة، أنت إزيك أنت يا عم حسين؟ يعني أنت والحاج أم أحمد والباشمهندس خالد وأنت الناس بيقولوا انت بتوصل ازاي؟ ام ايمن اربع ايام والله ما عارف اتصل. الحمد لله على السلام. ما عارف اتصل. الحمد لله على السلام. انت عامل ايه يا عم حسين؟ والله الحمد لله رب العالمين، الحمد لله. دايما يا عم حسين. الله يخليك، الله يخليك يا سيدي. كنت عايز اسال حضرتك على كفته السمك يا عم حسن. حاضر، كروكيت السمك من عندي قبل العندي. الله. حاجه ثاني؟ لا سلامتك، سلمنا على كل اللي عندك. بيسلموا عليك يا حاج. تعالى نعمل الخليط الناشف والتوبنج اللي هنعمله من فوق. بحط عندي كوبايه دقيق، معلقه كاكاو، كوبايه جوز هند، كوبايه اي نوع من المكسرات، ما تقفيش عين جمل، بندق، لوز سوداني، ما تقفيش، وقلبيهم مع بعض. خطواتك كده كلها قدامك اهو. دخل كل مكوناتك دي مع بعضها
وبعد كده يا حسن تعالى شوف هنعمل ايه. هنعمل له غطاء. غطاء اول حاجه عندي معلقتين ونص من الزبده زي ما انت شايف كده سايحه، كوبايه من السكر البودره، معلقتين كاكاو. اقلب السكر بودره مع الكاكاو، ده الايسنج اللي احط عليه من فوق قبل السوى. خدي بالك كل واحده اعملها لك ايسنج. ادخل السكر بودره مع الكاكاو، احط سنه الفانيليا على الزبده السايحه. عندي ميه سخنه بتغلي، ادي معلقتين ونص زي الزبده من الميه السخنه اللي بتغلي، بسخن في الكاتل بتاع الميه على ما اشوف الخليط بتاعي. هنا خطواتك كده كلها قدامك. عندي هنا الزبده والسكر والجولدن سيرب والفانيلي، بقى عندي خليط زي ما انت شايف كده قدامك. اروح جايبه لهم ايه؟ الدقيق اللي فيه الكاكاو وجوز الهند. خطواتك كده كلها قدامك اهو، واعجنه يا جماله. وارجع هنا، وارجع هنا للزبده اللي انا اديتها سنه فانيليا، واروح جايه مديها معلقتين من الميه السخنه اللي بتغلي زي ما انت شايف كده، واقلبهم مع بعض. زبده وفانيليا وميه سخنه بتغلي. وبعد كده يا حسن بص، تنزل ده عليهم وتقلبيهم مع بعض. عندك ايسنج هتعمل بيه ايه؟ هتشوفي دلوقتي بعد ما اصب الكيكه بتاعتي بتاعت جوز الهند دي، هصب ده عليها من فوق زي ما انت شايف كده، عمل مروار بتركاتك وحركاتك وتفاصيلك. تاكدي ان السكر والكاكاو ده كويس قوي مع الزبده ومع الفانيليا ومع الميه السخنه قدامك اهو. تمام تمام. ارجع هنا للكيكه بتاعتي، لازم الكيكه بتاعتي تبقى هارد كده. بص عليها هارد ازاي قدامك اهو بتفاصيلك يا عم ياسر، لازم تبقى هارد كده. هارد يعني جامده، احنا بنتفقين ان احنا بنعمل هارد كيك. وعندي نوعين في الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه، وادي النوعين التانيين اهم. احتاري واختاري بين النوع اللي انت عايزاه، شوفي امكانياتك ايه، اعملي من الست افكار اللي احنا بنعملهم زي ما انت عايز. تعالى شوف كده التركه بقى، خله واحده واحده كده. الخليط بتاعك هو بيقول لك يا تفاصيله وحركاته وتكاته. نزلي الخليط بتاعك، افرديه في صاج، في بايركس، في صينيه، زي ما انت عايز. يعني دي مش كيكه اسفنجيه، دي مش كيكه اسفنجيه، دي حاجه تانية خالص. افردي الخليط بتاعك زي ما انت عايزه، حطيه في الفورمه بتاعتك، وزعيه. وبعد كده هنبدا نحط له المروار اللي احنا عملناه بالزبده والميه السخنه والفانيليا والسكر والكاكاو. وزعي الخليط بتاعك في كل حته. وبعد كده هنجيب الباقي، بعد ما اتعمل كده هنجيب الباقي بتاعنا، تفاصيلك قدامك اهو. وبعد كده يا حسن هوزع برضو، قبل ايديا ميه او المعلقه بتاعتي ميه، واوزع واخليه كله ارتفاع واحد. وبعد كده احط المروار واخرمه بالخله وادخله الفرن على درجه حراره 180 لمده 35 دقيقه. احتاري واختاري بين اربع انواع عملتهم لك لحد دلوقتي من الكيك الهارد. تقدري توديه للعيال المدارس، تقدري تعمليه بايركس في الصاجات، تقدري زي ما انت شايف كده لازم تسويها. يا عم عمر صباح الفل يا شيف. صباح يا حمد الله على السلامة يا عم عمر. وحشني والله. انت جيت من ايطاليا؟ جيت من ايطاليا، وبقالي 10 ايام بحاول اتصل بيك، ونفسي يبقى حظ حلو كده زي ام ايمن والبشمهندس خالد وعم حسين. والبشمهندس نفسي كده ابقى زيهم. ده انت الاساس يا باشا يا شيف. ده انت الاساس يا شيف. ربنا يخليك يا شيف. الحمد لله على السلامة يا غالي. عامل ايه يا حبيبي انت؟ عامل ايه؟ الشيف عمر صديقنا، صدقنا من سنين طويلة 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 طويلة، من أيام الأسرة والطفل، ومن أحسن ناس في مصر. ربنا يخليك، ربنا يخليك يا شيف، ودايما كده في تقدم وازدهار، ونتعلم بقالي 30 سنة بتعلم منك يا شيف ولا حاجة، و30 سنة. ده أنت الأستاذ. لسه لغاية دلوقتي بتعلم من شيف حسن يعني. ربنا يخليك، ده أنت الأستاذ. ربنا يخليك يا شيف. أخبار الدنيا، الأولاد عاملين إيه؟ كله بخير يا شيف الحمد لله. منور مصر. وعايزين نشوفك ده ضروري، ده ضروري ضروري اشوفك.
خد بقى رقم تليفوني سيب من سيبه مدام نانسي، سيبه مدام نانسي، سيبه مع مدام نانسي. نسمعك بعد ان شاء الله، هنكلمك النهارده ان شاء الله. والحمد لله على السلامه يا غالي، وحشنا وحشنا. ربنا يخليك يا شيف، ربنا يخليك. زي ما انت شايف اهو المروار اللي احنا عملناه، وبعد كده خله عشان تخش في كل حته، عشان تستمتع بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. بعد ما عملت اربع انواع من الهارد كيك، احتاري واختاري، بقول التريكات والحركات لها ناسها. انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدأنا حلقتنا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم، بعد ما عملنا الحواوشي بسبع أطعمة امبارح وتقدري توصليهم العشر أطعمة، الحواوشي فكرته أو الكريب تقدري تلم الحاجات الموجودة خلال الأسبوع وآخر الشهر تعملي أي نوع منهم يوفر في الميزانية بتاعة البيت. أي شوية يزيدوا عندك شوية لحمة، شوية فراخ، شوية سجق، شوية جبنة، أي حاجة، شوية جمبري، شوية سمك، شوية كاليماري، حطيهم في كيس وعليهم في الفريزر، هتحتاجيهم في يوم تطلعي وتعملي حواوشي بكذا فكرة. النهاردة قررنا نعمل مع بعض هارد كيك، عملنا بالتوفي وعملنا بالقشطة الحمضية في الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 35 دقيقة. قدامك كل حاجة طالعة قدامك. أما النوع الثاني اللي هو الكراميل زي ما أنت شايف كده هوت، والجولدن سيرب في الفرن على درجة حرارة الثاني 180. في الأثناء تقدروا تواصلوا معانا من خلال صفحة قناة الحياة على الفيسبوك، أو من خلال أي رقم تليفون أرضي على 38-55-0017 من جميع محافظات مصر ومن جميع أنحاء العالم مع زيادة خط مفتاح مصر. تعالى نعمل الإيه؟ الشوكولات سينامون بالقرفة. حطيت كوباية مية، وحط نص كوباية من الشوكولاتة فيها بعد ما غليت، وحط لها نص كوباية من القهوة سريعة الذوبان، وخدي بالك دوبي كل ده مع بعضه واركنيهم يبردوا. يبقى ميه، شوكولاته، قهوه سريعه الذوبان. اتاكدت ان حاجتك كده خلاص تمام دابت، اركنيها تبرد عشان ما تبوظلكيش الحاجه. وبعد كده تعالى نعمل الخليط بتاع الشوكولات سينامون اللي هو بالقرف. كوبايه ونص من الزبده، واحط لهم كوبايه وثلاث ارباع، خدي بالك عشان يبان الطعم لان في قهوه وقرفه، كوبايه وثلاث ارباع من السكر، وثلاث بيضات مره واحده كده، وذره فانيليا، خدي بالك من التريك اهو. انعم السكر والزبده والفانيليا والزبده مع بعض والسكر كويس، وببرد عندي الميه والشوكولاته والقهوه. عندي هنا كوبايتين من الدقيق، باكو بيكنج باودر، ذره من الملح، واحط له معلقتين من القرفه الباودر المركزه، قرفه باودر عشان استمتع. يعني ايه كقهوه وقرفه؟ اعملي وادعيلي، اعملي وادعيلي. خطواتك كده كلها قدامك اهو بتفاصيلها وحركاتها وتكاتها. ادخل الدقيق مع القرفه مع البيكنج باودر مع الملح، اقول سلام عليكم عرستنا يا حبيبه. يا حبيبه الو، صباح الفل يا حبيبه، يا حبيبه عندك مشكلة في التليفون، حاولي اتصلي بينا يا حبيبة. نعمي الزبدة والسكر والبيض والفانيليا كويس قوي اهو، بص يبقى خليط كريمي. وعندك الدقيق اللي فيه ايه يا حسن؟ اللي فيه القرفة وفيه البيكنج باودر وسنة ملح، كله قدامك اهو. بعد كده نعمت عندي خالص، وعندي الخليط ده اللي هو مية وشوكولاتة سادة وقهوة سريعة الذوبان، كل ده قدامك اهو عشان تستمتع بيه، يبرد خالص قدامك اهو. يا جماله حركاته وتكاته. وفي نفس الوقت هنعمل مع بعض الكيكه الثانيه، اعملها بالكريز الطازه او بالعنب، بالكريز الطازه او بالعنب اللي هي بتشري هنعملها. عندك عنب حط عنب، عندك كريز طازه حط كريز طازه، ده بالكريز المسكر لا ما ينفعش، خدي بالك من الكلام ده. اهم حاجه نعامي 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 الزبدة والسكر والبيض. بعد ما اتأكدت ان هما ناعم خالص كده، اروح جايبة الجناب بتاعتي خالص كده قدامك، واروح جاية تركي يا عم حسن منزلة الدقيق اللي فيه البيكنج باودر وفيه الملح وفيه القرفة المركزة، واروح حلاب ايه، هتتقل معايا العجينة هتتقل. عندي هنا الخليط، المية السخنة اللي مدوب جواها شوكولاتة ومدوب جواها قهوة سريعة الذوبان،
وانت بتعجني كده نزلي الخليط ده. قولي يا ام كريم سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا ام كريم. عامل ايه يا شيخ؟ اخبارك ايه؟ كله بونو يا حاجه. تسلم لنا يا شيخ، ده انت منورنا ورفع راسنا والله في الصعيد. ربنا يخليك يا ام كريم. تسلم، الله يبارك لك يا شيخ. سلام لكل اهل الاقصر حبايبنا الحلوين. انت منين من الاقصر؟ تسلم يا شيخ، احنا من شارع التلفزيون منتظرينك لو جيت الاقصر يا شيخ. هاجي قريب ان شاء الله، واحلى تحيه لكل اهل شارع التلفزيون، حبايبي حبايبي حبايبي، والاقصر كلهم حبايبي. منورنا يا شيخ والله. ربنا يخليك يا ام كريم، انا تحت امرك يا ام كريم. ومنور بالحاجات اللي انت بتعملها، حلو وحاجب ما شاء الله عليك. احنا الكشكول بتاعنا مش موجود عند اي حد، التركات والحركات والاقدميه هنا مش موجوده في اي حته ثانيه. اكيد يا شيخ، احنا معاك من ايام الاسره والطفل. الله ينور على عينك، ربنا يديك الصحه ويديك العمر الطويل. الله يبارك لك، انت اخونا والله ما شاء الله عليك. ونتيجه النكتر ان شاء الله منتظرينك. ان شاء الله هنجي لكم قريب، وسلام لكل حبايبنا في الاقصر وفي شارع المحطه وشارع التلفزيون وكورنيش وكل حته، وشارع السوق وشارع البازارات. تحت امرك يا حاج. نعمت عندي الخليط بعد ما ضفت له القهوه المركزه اللي انا مدوبها مع شوكولاته ومع ميه سخنه بتغلي. اجيب الجناب بتاعتي كده، وتعالى شوف التركه بقى الثانيه. اتاكد ان الخليط بتاعي كله متجانس داخل في بعضه. تعالى بقى انزله مع بعضه بعد ما اقلبه، واجيب الجناب بتاعتي كده كويس، ما اسيبش حته فيه. تعالى كده اهو اصبه كده. ده تفاصيلك يا عم ياسر. الكيكات دي بقى ما تنسيش تدعي لي، واللي عاملين مشاريع اعملوها وبعوها للكافيهات الكرييشن. كل الكافيهات اللي موجوده في مصر، اي حكيكه دي الكرييشن بتاعي، اي اسم كبير اسمه صغير ده اللي الكرييشن بتاعي، مش بتاع اي حد تاني. بص كده اهو. طب ايه تاني يا عم حسن؟ شوف التركه المهمه بقى. بجيب كوبايه قشطه حمضيه ودلع، كوبايه قشطه حمضيه ودلع فوقها كده قبل ما تخش الفرن. قبل ما تخش الفرن وزعي في كل حته القشطه الحمضيه فوق الكيكه عشان تستمتعي بالتفاصيل وبالحركات وبالتكات. يا جمالك يا عم ياسر، خطواتك كده كلها قدامك اهو. وزعي القشطه الحمضيه فوق القرفه يعني يا حسن انت حاطط فيها قهوه وشوكولاته وقرفه وقشطه حمضيه. جربي كده واستمتعي، جربي واستمتعي عشان تشوف التفاصيل. تعالى نعمل الايه؟ الكريس. الكريس بتاعي قلنا هنعمل مكانه عنب. مقاديرنا سهله جدا. هحط عندي كميه بتاعه الزبده قد كميه السكر. ادي كوبايتين من الزبده بتاعتي وقدهم سكر وثلاث بيضات وذره من الفانيليا السايله وذره من اسانس الكريس. واخد الخليط ده كده اهو يا عم ياسر عشان انعمه مع بعض. تعالى ما اعمل بقيه مقاديري. خطواتك كده كلها قدامك. وادي الشوكولاته بالقرفه اللي انا اديتها قشطه حمضيه من فوق زي ما انت شايف كده. نعم، خطواتك كلها قدامك. اللي هي عمل اللون الاحمر ده يا عم حسن الاسانس بتاع الكريز. عندك اسانس عنب، حط اسانس عنب. احنا كنا مجهزينه والكريز مش موجود في السوق. نعامي 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 نعامي. قول سلام عليك يا استاذه ايه. وعليكم السلام. ازيك يا شيخ؟ صباح الفل يا عروستنا يا جميل. الحمد لله تمام. بقول لحضرتك يا شيخ، عايز اعمل طريقه الشاورما اللحمه او الفراخ في البيت. حاضر، من عندي قبل العندي. حاجه تاني؟ لا شكرا. تحت امرك يا عروسه. حاضر يا حبيبتي، من عندي قبل العندي. تعالى نعمل خليط الناشف. كوبايتين دقيق، نص كوباية لوز باودر أو سوداني باودر أو بندق باودر قدامك أهو، ونص معلقة من البيكنج باودر ومعلقة من القرفة، وقلبيهم مع بعض. دقيق ولوز باودر وبيكنج باودر وقرفة. وتعالى أما نشوف الخليط بتاعنا. نعم، علّى عليه نعم. وتعالى نشوف بقى الحشو بتاعه والتوبنج. هنحط نص الكمية دي في الخلطه ونص الكميه فوق. ادي كوبايه اهي من الخوخ الكمبوت بعد ما اصفيه واقطعه مكعبات، وعندي كوبايتين من العنب او الكريز عشان امتص الرطوبه اللي بتاعتهم اللي موجوده فيها، معلقه من النشا. خدي بالك من التركه دي، ودخلي امتصي الرطوبه اللي فيها بمعلقه من النشا قدامك اهو. تمام، نص الكميه هحطها في الكيكه ونص الكميه هعمل بيها ايه؟ اوزعها فوق.
والفرن على درجة حرارة 180 هنا و 180 هنا 35 دقيقة. تعالى بص على التركات والحركات. أول حاجة استوت قدامك اللي احنا عملناها بالتوفي وعملناها كمان بالايه بالقشطة الحمضية بالساور كريم. قدامك التفاصيل والنوعين بالكراميل في الفرن الثاني يا جمالة. نعمت عندي الخليط ده كده، الزبدة والسكر والبيض والفانيليا والأسانس بتاعنا يا جمالة، كل حاجة قدامك يا ام عبدو. ازيك يا شوف حسن؟ صباح الفل يا هانم. الله يخليك يا شوف حسن، عامل ايه؟ كله بونو يا ام عبدو. اخبارك ايه؟ كله زي الفل يا ام عبدو. احنا بنشكرك على اللي انت بتقدمه لنا كله واللي انت بتعمله لنا. الشكر لربنا، احنا موجودين كلنا من اجل اسعادكم جميعا يا هانم. خليك، انا متابعك من زمان من ايام الاسره والطفل. ربنا يديك الصحه ويدينا الصحه والعافيه يا رب. الله يخليك. ممكن اعمل اهداء؟ اتفضلي يا ام عبدو. عايزه اقول لبنتي ربنا يخليكي ليا رانيا وفرح واختي عبير وابني عبد الرحمن. واحنا بنقول لاولادك ربنا يخليكم لماما وبابا ويخليهم ليكي، وبنقول لاخواتك احلى تحيه من حضرتك ومن برنامج اكلات وتكات الشيف حسن على قناه الحياه. تحت امرك يا هان. تعالى بقى حط الخليط كله، وبعد كده اروح ضغيفها كده واروح حاطه النص بتاع الخلطه دي على الخليط من جوه، واخلي النص احطه فوق الكيكه. كل واحدة عليها توبنج زي ما انت شايف كده قدامك. خطواتك كده كلها قدامك اهو، حطينا النص اهو، وخلي النص ده لايه؟ للتوبنج بتاعنا. نعمي بقى الخليط بتاعك. خلاص تمام زي الفل، ولونه روز ليه؟ مدينه أسانس كريز. خدي بالك من النقطة دي. قدامك التفاصيل والحركات والتكات، نعمت عندي. أروح جايبة الخليط ده كده، واخداه ومكسه مع بعض بالاسباتول عشان اتاكد ان كل الخليط بتاعي تجانس معايا، وبعد كده ابدا اوزعه واحط فوقه بقيه الفاكهه اذا كان كريز او عنب مع الخوخ والنشا، وبعد كده بدخله الفرن برده على درجه حراره 180. عملنا لك 6 انواع من الهارد كيك، احتاري واختاري بين الانواع اللي احنا عاملينها لك كلها عشان تمتعي عيالك بكل تفاصيلها وحركاتها وتكاتها. بايدك تبل لها ميه وتوزعي الخليط ده. تعالى كده اهو زي ما انت شايف كده قدامك اهو التفاصيل. قابل ايدي ميه واروح جايه موزعه الخليط بتاعي ده كده. وما تنسيش عندك ايه بقيه الحشو اللي هو العنب والنشا والخوخ الكمبوت. اهم حاجه الحروف بتاعتها تظبطيها كده، ومحتاجه حته تاني تديها مش محتاجه زي الفل. تعالى بقى يا عم ياسر وزع الحشو ده في كل حته. النشا ده ليه يا حسن؟ عشان يبدا يمتص الرطوبه ويعمل ماده جيلاتينيه زي ما انت شايف كده قدام. فرنك على درجه حراره 180 35 دقيقه، وطلعيه قطعيه بقى زي ما انت عايز. تقدري تعمليها في فورمه زي دي او في صاج او في بايركس، ما توقفيش على حاجه. اعملي الخلطه، والخلطه دي ما فيهاش كيكه اسفنجيه، سهل تعمليها باي حاجه زي ما انت عايز. تعالى كده يا عم ياسر ندخلها يا جمالك، حركاتك يا تكاتك. فرني هنا مظبوط اهو اللي فيه الكروكاند، ادخلهم مع الفرن اللي فيه الكروكاند اللي تحت ده. لكن التركات والحركات لها ناسها، انتظروني. وعدنا والسبيشال كله عندنا. بدانا حلقتنا وقلنا بسم الله الرحمن الرحيم بعد ما عملنا الحواوشي امبارح بسبع أطعمة مختلفين، احتاري واختاري، وقلنا في فرق بينه وبين اللحمة بعجين بتاعت اسكندرية، وبنوعدكم نعملها لكم في حلقة جاية. قررنا نعمل هارد كيك، عملنا 6 أنواع من الهارد كيك، احتاري واختاري فيهم. عندي تحية خاصة من الحاجة ابتسام بنداري والحاجة أم صحر للبرنامج، وإحنا كمان بنبعت للحاجة أم صحر والحاجة ابتسام بنداري أحلى تحية من برنامج أكلات وتكات شيف حسن، مش عارفين يوصلوا لنا. وعندنا تحية خاصة من مدام نانسي لابنها يوسف، ومن يوسف لمامته نانسي، ومن برنامج الشيف حسن لمدام نانسي بحلواب، لهم أحلى تحية وأحلى تركات وحركات. الحاجة اللي طلعت من الفرن قدامك أهو، تقول لك يا تفاصيلها يا حركاتها يا تكاتها. قدامك أهو زي ما أنت شايف التوفي والساور قدامك أهو بكل تركاتها وتفاصيلها وحركاتها. كل حاجة طالعة قدامك. والنوعين التانيين في الفرن اللي فوق والنوعين التانيين في الفرن اللي تحت. ادي في الفرن اللي فوق اللي احنا لسه مدخلينهم دلوقتي قدامك اهو، والفرن اللي تحت اللي فيهم الكراميل والشوكولاته بالقرفه قدامك اهو. يا جمال
وتعالى عيش بقى يا عم ياسر وعيش كل ساده مشاهدينا من ست انواع من الهارد كيك. احتاري واختاري لان التريكات والحركات لها ناسها. عيش يا ياسر وعيش كل ساده مشاهدينا.
بعد ما الاستاذ ياسر استعرض معاكي المقادير بتاع الستة كيك من الهارد كيك، بنشكر كل ساده مشاهدينا في جميع انحاء العالم، بنشكر كل طاقم الحياه، بنشكر طاقم شيف حسن. بكره نشوفكم في حلقه خاصه من برنامجكم اكلات وتكات شيف حسن على قناه الحياه من الساعه 1 ل 2 ونص. تروح فين؟ تريكات حركات اقدميه هنا مش في اي حته تانية. انتظرونا.